اللاعبين داخل وخارج الوطن على هذه الصور المعادة من زميلنا محمد بلعيد وكل الفرقة التقنية المشكورة القائمة منذ 3 أيام تقريبا على ضمان هذا النقل المباشر من ملعب 5 جويلية. هذا النقل الرائع جدا، قلت على صور المعادة للكيفية التي مرر بها حاج عدلان وسجل بها الشيو حسين الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 20 من الشوط الأول. على هذه الصور نعود بأسماء حضراتكم سيدتي ونسي وسادتي إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي لمتابعة وقائع الشوط الثاني من نهائي كأس الجمهورية بين اتحاد العاصمة وشباب المشرية، نهائي كأس الجمهورية 37 الذي كان شوطه الأول متواضع جدا ما عدا الهدف الذي سجله أشيو الرائع جدا، الهدف الذي سجله أشيو وبعد المحاولات لم نشاهد أشياء كثيرة. طبعا هذه واحدة من سمات نهائي كأس الجمهورية الذي عادة لا يحمل مستوى كبير جدا. نعم مسعود تفضل. طبعا إذا سمحت معايا مرابط رمضان مدرب فريق شباب المشرية باختصار تقييمك للشوط الأول، الشوط الثاني فريق كيفاش راهي لك؟ بخصوص الشوط الأول دخلنا شوية مغلق علينا ضغط، نعم الضغط اللي دارها الاتحاد، لكن اللي قبلنا شوية هو الهدف اللي تسجل يعني على الخطأ. مي اون دوزيام ايطون نورمالمون نلعبو تريز اليز ونكونو افيكاس في لوفونسيف تاعنا ان شاء الله. راك راضي على اداء عناصر تاعك لحد الان؟ نتوقع هذا الضغط، مي ما كنتش نتوقع هدف بهذا يعني كيما هاك، مي بداك الشيء ان شاء الله دوزيام ايطون نكونو في المستوى ان شاء الله. إذا مرابط رمضان ينتظر الأحسن من فريقه في الشوط الثاني حافل. ونحن ننتظر مستوى أحسن في هذا الشوط الثاني والمباراة النهائية هذه التي تعطى إشارة انطلاق شوطها الثاني في هذه اللحظات مع أول كرة من أشيو يضيعها ويسترجعها شباب المشرية، ثم أشيو مرة أخرى يسترجعها وما يخليهاش تخلص يوصلها لرحيم يرجع حاله، ثم حمداني مباشرة طويلة تروح للمدافع الأيمن العرج بوجمعة. طويلة دغماني. حفيد. نعم عبد الحفيد. معي السليم قاسم المحضر البدني طبعا للفريق الوطني والاتحاد العاصمه. شفنا باللي فيه فريق اتحاد العاصمه بدنيا كان نقدر نقول قوي جدا في وسط الميدان. ما هو تعليق حول الشوط الاول؟ انا نقول كان قوي في ال 25 دقيقه الاولى وين يعني خذوا النصيحة تاع المدرب، ولكن حسب المدرب سعدي وانا ما كناش راضيين على ال 20 دقيقه الاخيره اللي فيها استهزاء الخصم، ما لعبوش اللعبه الحقيقيه تاع الاتحاد. انا نقول ال 20 دقيقه الاخرين ما كناش راضيين تماما على الفريق واستصغروا المنافس، ولكن يعني في الشوط الثاني دوك ان شاء الله تحسن الامور وان شاء الله نزيدوا هدف ثاني باش ان شاء الله. سليم شكرا بارك الله فيك، وان شاء الله الجمهور اللي تابع معنا هذا النقل المباشر يتمتع بالشوط الثاني ويستمتع بالشوط الثاني اجمل فوق ارضيه الميدان وفي المدرجات من صنع انصار الفريقين شباب المشريه واتحاد العاصمه. اذا تواصل اللعب بنفس النسق وتبقات النتيجة على حالها ما ننساش عبد الحفيد وسعود قول بأنه كل هذا سيكون في صالح شباب المشرية، هذا الفريق اللي لحد الآن يلعب نهائي كأس الجمهورية ومنهزم فقط بهدف مقابل صفر أمام اتحاد العاصمة في هذا النهائي اللي يجري في ملعب 5 جويلية الأولمبي أمام أكثر من 60,000 متفرج. لا بأس نعود التذكير بتشكيلة الفريقين، البداية بالفريق الضيف إن صح التعبير والصغير على الورق شباب المشرية مع ملفي الهواري العيرج سلمي بن سليمان حجاج زوجي رحواج بالعربي جديدي صبان وكدوش. بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة مزاير راح مغول حمداني زغدود جحنين حاج عدلان غازي كريم معوش أشيو حسين ودغماني رابح وكرة في العمق سهلة بالنسبة للحارس ملفي الهواري. في احتياط الشباب المشرية نوجد كبير بودو فنكنوس زيان عمران عيوج بن سلامة المدرب رمضان مرابط، احتياط فريق اتحاد العاصمة قالول أيد بالقاسم عباشة بازوز عميرات مفتاح صلاح الدين الحارس الثاني المدرب نور الدين سعدي بمساعدة سليم وكذلك برنسي الحارس السابق لفريق اتحاد العاصمة اللي ما ابتسمتلوش الكاس كحارس. وحاج عدلان تمريرة ممتازة جدا من راحم نحو حاج عدلان وكأن فريقان لم يدخلا بعد الشوط الثاني هذا، ولا الأنصار أيضا لم يدخلا بدورهما الشوط الثاني من هذه المباراة. الدقائق الأخيرة سيكون فيها من الإثارة ما سيكون سواء فوق أرضية الميدان أو في المدرجات،
مع الأعراس المنتظرة بالنسبة للفائز والتي سنعيشها مباشرة بعد نهاية هذه المباراة بعد حفل تسليم الكأس من المشرية ومن العاصمة مع الأجواء الاحتفالية التي ستقام كالعادة بعد نهاية المقابلة بالنسبة خاصة للفريق الفائز. كرة مرتدة تروح من هناك على الجهة اليسرى لصالح سلمي عامر المدافع الأيسر الذي يستفيد من خطأ يلعب بسرعة من هناك على الجهة اليسرى. اللاعب او المدافع الايسر اسمه سالم وليس سالمي لانه هذا اللاعب كان يلعب في اتحاد سيدي بن عباس وكان نال كاس الجمهوريه امام شبيبه القبائل اذا تذكر. فعلا في سنه 1991 هنا في ملعب 5 هو شبيبية. سالم فعلا شكرا سالم. اذا عبد سالم عامر هو المدافع الايسر لفريق الشباب المشريه اللي سبق له كما قال عبد الحفيظ وعن لعب في صفوف فريق اتحاد بالعباس اللي كان يضم انذاك عدد كبير من اللاعبين الممتازين اللي فازوا بكاس الجمهوريه لاول مره في تاريخهم. جحنين في الوسط يلعبها مع رحم وغازي رحم والدفاع يتدخل وتصويبه مره اخرى من غازي فريد. يبقى الارتباك على مستوى دفاع شباب المشريه. تخرج الكره بصعوبه ويخرجوها رغم ذلك وطويله ناحيه قلب الهجوم جديدي مصطفى. وقع عليه حمداني غير ناحية زغدود مبادرة عصبية دائما زغدود حمداني حمدودي وصل حمدودي وصل يلعبها ثنائية مع رحم يرجع لحمدودي يدخل حمدودي وصل حمدودي وصل حمدودي مع التمريرة من عند رحم دائما حمدودي داخل منطقة عمليات وبصعوبة الدفاع يخرجها كانش فيه خطأ هنا راس اتحاد العاصمة كلهم اللاعبين الاحتياطيين يحضروا في نفوسهم وراء مرمى الحارس المشراوي ملفي الهواري وتماس لصالح المدافع الايمن العيرج بوجمع. دغماني ضيع الكره وخطيره لصالح في وراء التسلل فعلا اي تسلل من طرف المهاجم الجديدي مصطفى. محفيد في مكان حمداني كنت نقول حمدود حمدود غايب موجود في مدينه سودان التي قد يطلب لها مع بداية هذا الموسم تجديد هذا قلب الهجوم بعد مرور 5 دقائق تقريبا الدقيقة السادسة دائما تفوق هدف مقابل صفر والمدرجات اليسرى لملعب 5 جويلية تتجدد وتبدا تحيا من جديد مع انصار اتحاد العاصمة كعادتهم. هي التسلل واضحة من حاج عدلان. على الجهة اليمنى كرة من العيرج بوجمعة طويلة دخل دغماني بروعة يوقفها جاح لزغدود يصعد عناصر الشباب المشرية يضغط معوش يرجع لتارك غول طويلة ما خرجتش ما توصلش لحاجة عدلان دفاع يتدخل معوش ما يلحقش عليها تروح الجهة اليمنى ناحية العيرج بوجمعة. العيرج بوجمعة البحث عن رفيق متحرر يوصلها في العمق ممتازة وضيع معوش يتمكن من الكرة هذه وانطلق راح راحم لحاجة عدلان وعشي راحم يواصل معوش من هناك عشيو على الجهه اليمنى راحم في الوسط عشيو يطلبها لو لمسها الحارس ما فيش خطا هنا حاج عدلان يتفوق وتخرج ست امتار يقول الحكم المساعد حارس هنا لو لمس الكره لو نشوف الاعاده سي محمد بالعيد اعاده اللقطه هذه لانه التمريره تاع المدافع لحارسه ما كانتش متعمده ما كانش تمريره اصلا شوف هنا الاعاده هنا ما كانش تمريره من المدافع لانه حب يرجعها ولا يخرجها حارس هنا خاف يلمسها بيده الحكم يحتسب عليه خطا حاجة عدلان الثعلب صح التعبير قناص الاهداف في مثل هذه الاماكن كان في المكان المناسب. سالم من هناك عامر خبره كبيره ثم حجاج رجع الكره مشراويه يستد قلب الهجوم بتاع الوجدي مصطفى وانطلق في هجمه معاكسه من حمداني بكل ساهم في هجمات فريق اتحاد العاصمه معوش ناحيه طارق غول اجى اليسرى يخرج طارق غول يواصل طارق غول والتوزيع ما دخلتش الكره حاجه عدلان بضربه راسيه ضربت في القائم وفي ايدي الحارس والقائم مره ثانيه ومسكها الحارس روعه اللقطه هذه وحاجه عدلان انا في وضع التسلل اي 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 لقطه مباغته حاجه عدلان بالراس ضربت في القائم في دين الحارس وفي القائم ورجعت له ما مشاهداش انا يا بلاد اي 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 كره ممتازه جدا تضرب في القائم وفي يد الحارس ويخرجها كان عنده الريفلكس هنا باش اتمكن من صد الكره هذه
مرور 9-8 دقائق لعب، هدف مقابل صفر دائما في النتيجة. عدنان كان ظن بأن الكرة دخلت. تركول خطوة ما توصلش، تبقى دائما عاصمية مع زغدود. راح من هناك معوش، زغدود يفضل يحتفظ بالكرة، يوصل عليه أشيو، انطلق معوش من هناك من عند أشيو، يطلب الكرة زغدود وأشيو يدخل على الجهة اليمنى، مساحات كبيرة لعناصر اتحاد العاصمة، زغدود منير، هي صعبة ومعوش، تسويبة جانبية، حرف اللاعب غازي كريم. سويب مرمى جانبيه بعيده، مرمى حارس ملكي الهواري. وهي الاعاده نتاع اللقطه بحاجة عدنان بعد الانطلاقه من تارك قول، كان يسرى والتوزيعه قطع لها حاجة عدنان، ما لهاش تمر ضربت في القائم والحارس ورجعت. تماس من هناك لصالح او خطا نقول الحكم لصالح، دفاع شباب المجريه وقلب الدفاع حجاج محمد. طويله من حجاج، طويله ما في شويه تسلل وترقول في التغطيه. وهذا حاج عدلان في رايي تسلل. دايما بس حاج عدلان. العيرش بوجمع طويله منه. زغدود يرجعها ناحيه راحم. رايت مهاجم ثاني مع حاج عدلان يوصلها له براسه رغم كسر قامبو وانطلق راحم. حاج عدلان ما يوصلها لهش. دافع العيرج بجمع يخرجها للتماس. عيرج على الصورة 28 سنة. ترقول أشو يستفيد من خطأ أشو. خطأ كرة مناسبة لغول كارم. تلعب بسرعة ناحية حاج عدلان. كورتو يرجعها بالعقب. أشو ما توصلش. تلقى خروج بطيء للكرة بالنسبة لعناصر شباب المجرية، للكرة وللاعبين ككل. ممتازة الكرة هذه من عند اللاعب جديدي مصطفى. جهة اليسرى توصل للمهاجم رحواج زهر الدين. ممتازة يبحث عن الثغرة رحواج وما تمرش الكرة. زغدود برجله يخرج الكرة هذه ويوصلها مباشرة لمعوش. ينطلق يزيد في سرعة من هناك عشو راحت. هيدا ممتازة من راح ناحية أشو في وضعية سانحة. يدخل مضغط عملية صعبة فوق المرمى. ممتازة جدا اللقطة هذه من معوش ناحية راحم بدوره لأشو. دخل مضغط عملية تراوغ وسدد قوة. مرت الكرة فوق مرمى الحارس في مراوغة من زاوية أخرى للإعادة هذه. ألف تحية بالمناسبة لكل الفرقة التقنية اللي تنقل هذا النقل المباشر بقيادة محمد بلعيد. إعادة ممتازة جدا من أشو مراوغة أمام المدافع الأيسر سالم عامر. هذه الأغنية هايلة يا بلعيدة. هايلة لما نسمعها ولما نشوفها في المدرجات. مرة أخرى حاجة عندنا في رأي التسليم. جمهور غفير جدا، كل الملعب مقتطع عن اخره، ربما ما عدا جهه واحده عمدا بقت فارغه. الجهه اليمنى انطلق اشيو، خطير جدا يلعب في كل الاماكن على مستوى الهجوم والوسط. اشيو برجله اليسرى ما توصلش لرحم. تماس لصالح. في حين لاعب كبير عبد الغني حضر في نفسه اخذ مكانه في تشكيله شباب المجريه. كبير عبد الغني اللاعب رقم 12. ودائما هدف مقابل صفر. السعدي نور الدين راح يدخل محي الدين المفتاح، هذا اللي عاد من اصابه ابعدته عن الملاعب لمده طويله جدا. يعود رويدا رويدا خلك كلاعب احتياطي في اللقاء نصف النهائي اليوم، راح ياخذ مكانه بعد لحظات ربما في مكان معوش او غازي فريد او غازي كريم عفوا. طويله اشيو من عند
غازي. ممتازة وضيع الكرة هذه وانطلاقة هجمة معاكسة بطيئة كالمعتاد من جانب عناصر شباب المشرية. اللعب قام تمركز في منطقة محددة. ترخول يرجح. فيصل راح مكن منها حاج عدلان. دفاع يتدخل. الكرة دايما لعناصر شباب المشرية وخرجت التماس. الدقائق الأخيرة راح تكون صعبة ومثيرة إذا بقات الأمور على حالها. تفوق ضئيل لهدف مقابل صفر لصالح اتحاد العاصمة. التفوق هذا لفريق اتحاد العاصمة هو بمثابة أيضا تفوق بالنسبة لشباب المشرية من جهة أخرى، لأنه ربما الكثير من المتتبعين كانوا يظنوا بأن فريق اتحاد العاصمة راح يفوز بسهولة اليوم على شباب المشرية اللي ينتمي لحضيرة القسم الوطني الثاني، واللي مستواه من حيث الفرديات واللعب الجماعي والإمكانيات المادية والبشرية الفارق بين الفريقين كبير جدا، ولكن فوق أرضية الميدان ما ظهرش جليا، لأن السيدة عادة تريد هكذا ولا يظهر فيها الفرق كبير جدا بين الفريقين المنشطين للقاء النهائي. ترقول وتنفيذ التماس لصالح فريق اتحاد العاصمة. تماس في شكل ركنية لترقول كالعادة من هذه الزاوية بهذه الكيفية. سجل راح منذ 4 أيام هدف أول لصالح اتحاد العاصمة بالرأس في الدور النصف النهائي. راح موجود في القائمة الثانية غولتالق ينفذ التماس أو الركنية وخروج الحارس وحطاء. صفر حكم المباراة لصالح الحارس مالفي الهواري بعد خروج غازي كريم حاول التسجيل بالرأس. التغيير الأول راح يخرج راح يحدث الآن بعد لحظات بدخول مفتاح محي الدين من شعر في مكان من ينسوي. لا يدخل دغماني تفوق قلب التفوق ولا دغماني في الكرة المقطوعة. عشو في الوسط بعيد عليه. الجانب البدني سيكون له دور كبير في هذه المباراة. ما ننساش بأننا في نهاية موسم. فريق اتحاد العاصمة عنده مدة ما لعبش ربما ما عدا اللقاء نصف النهائي. شباب المشرية هو كذلك عنده مدة ما لعبش. بدنيا من الصعب على أي مدرب أو أي فريق يبقى يحتفظ بإمكانياته البدنية إلى غاية نهاية الموسم. منطلقة من أشيو حجري حاج عدلان من هناك حاج اليمنى وأشيو حاج عدلان وأشيو يفضل المرور المواصلة حاج عدلان راح في وضعية مهاجم أيسر. كرة من عند حاج عدلان ما كانتش قوية. وانطلاقة في هجمة معاكسة لصالح شباب المشرية وببطء سواء حامل الكرة أو المدافعين. وانطلاقة من هناك من عند معوش ناحية أشيو بصعوبة الدفاع يخرجها والكرة تحوم حول منطقة العمليات والهدف يدور في هذه اللحظات. أيضا تعب دينان من عناصر شباب المشرية خاصة المدافعين اللي بتبكوا كثيرا. راحم هو اللي راح يخرج ويدخل في مكانه مفتاح ناحية الدين. هذا اللاعب الصغير 23 سنة المتألق 22 سنة اللي أدى مباراة رائعة جدا سجل هدف اللقاء النصف النهائي أمام شبيبة سكيكدا يخرج ويخلي مكانه تحت تصفيقات الجمهور طبعا بالنظر لأداء متميز وإمكانياته الكبيرة جدا. مش عارف ضمن الدين سعدي هنا فضل تدعيم وسط الميدان هو مدعم أصلا بعدد كبير من اللاعبين. ربما سيتحرر أشيو يصبح يلعب في الهجوم تماما. مرفوع على القائمة الثاني وتروح مباشرة لست أمتار يقول الحكم الرئيسي. نسعود هل ممكن نستفسر سيد نور الدين سعدي عن ماذا أراد أن يفعل من خلال هذا التغيير أو عبد الحفيظ؟ بعد قليل حفيظ نشوفوا التغيير هذا علاش. نعم عبد الحفيظ بعد لحظات إن أمكن، لأن سعدي نور الدين من صعب الاقتراب منه في مباراة تلعب وخاصة وأنها مباراة نهائية الأولى بالنسبة له طبعا رغم خبرته وتجربته والسنين الطويلة اللي قضاها في سلك التدريب، ولكن يدي أول مرة يلعب النهائي. نعم حفيد. نعم حفيد أنا في الاستماع. معي سعدي نور الدين.
سعدي والله استفسار حول هذا التغيير فقط. يا ودي انتم ما تحوسوا عندكم في الكره كاين استفسار في كل شيء. والله العظيم انا فكرت ان لازم نعزز منطقه العمليات اللي هي وسط الميدان وننطلق من بعيد، وغيرت نقول له اللي فكرت هو نقول له تعب شويه هو راحم، ومفتاح ان شاء الله يجيب لنا شويه من الخبره نتاعو خاصه في استرجاع الكور، لان الا ما عندكش كره ما تقدر تلعب هجومي، لازم تسترجع الكره باش تلعبها. هذه اللي فكرت فيها. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا سيد نور الدين سعدي، طبعا هو المدرب وهو السيد وتفكيره ربما يشترك فيه الكثير ويختلف فيه الكثير، والمهم هو انه بالنسبة ليه يكون التغيير هذا موفق فقط حتى ربما ننور الجمهور الرياضي الكريم اللي ماذا به يعرف نوايا اللاعبين والمدربين. ومخالفة خطيرة جدا من هناك على الجهة اليمنى في التنفيذ، غول تارق والتصويبات القوية جدا، يفضل يرفعها وعاد عدلان بالراس فوق المرمى. محيدين مفتاح اذا دخلوا نور الدين سعدي لتدعيم الوسط وربما لتحرير شويه اللاعب اشي وكذلك اللاعب معوش اللي كان خطير في الكثير من المرات في لعبه الهجومي، ولما لا البقيه بما فيهم تحرير صح اللاعبين كما اشي، ولكن كذلك اللعب ورقه الدفاع، لانه شباب المشرية ما عندهم ما يخسر في الشوط الثاني. هذا ربما يرمي بكل ثقله معي فيصل رحم. فيصل واحد من اصغر اللاعبين اللي شارك في هذا النهائي. فيصل كيفاش كان الشوط الاول؟ بريمير ميطون كانت كما يقول لك ماشي ماشي، نص نص، نص لينا ونص لهم. كاردور 20 مينيت الاولى كنا كما يقول لك درنا عليهم بريسيون، و 20 مينيت الاخرى كما كي ماركينا البيت وانا كما يقول لك ركلي شويه خليناهم يلعبوا. والدوزيام ميطون هادي كما يقول لك انا ضغطوا عليهم. يعني نقدر نقول فيصل انه وجدت صعوبة كبيرة مع شباب يوسف. بيان سور ملي لعبوا كما يقول لك براس كاع يتكلور، وانا تروفي كما يقول لك شوية لقوا فيهم صعوبات كبيرة. وي بيان سور ما قدرناش نسجلوا هدف كريم، ان شاء الله هدف يسجل. صحيح. شكرا عبد الحفيظ. يتواصل اللعب والحماس يزداد في مدرجات ملعب 5 جويلية الاولمبي من طرف انصار اتحاد العاصمة للمتفوقين بهدف مقابل صفر، مع احداث اول تغيير وخروج راحم ودخول اللاعب مفتاح محي الدين. سيحدث تغيير اخر في تشكيله فريق اتحاد العاصمه. نفضل هذه المره يا عبد الحميد ما نستفسرش عن التغيير مع السيد نور الدين سعدي حتى ما يزعلش علينا. جمهور اتحاد العاصمه وكذلك والله ما نش عارف يا بلايد في اجواء مثل هذه امام انصار اتحاد العاصمه. ممتازه التصويبه المباغته من طرف المدافع الايمن العير تبو جمعه كان باغه الحارس مصاير. كنت راح نقول لك يا بلعيد لانه ما نش عارف اذا نقسم شاشه التلفزيون نخلي وحده يشوفوا فيها المباراه والبقيه تشوفوا فيها ما يفعله انصار اتحاد العاصمه. الركنيه الاولى في المباراه لشباب المشريه من هناك اليمنى. يبقى الخطر بعيده تروح من هناك ناحيه ولتارك ضبط التغطيه لتبعيد الخطر. رائعه الصور في المدرجه. هذا للكرة الخطيرة جدا من العير في جمع المدافع الايمن. خروج حاج عدلان يا حفيظ. حاج عدلان تعويضه بكالول. فعلا كالول سياخذ مكان حاج عدلان في الهجوم. سيد نور الدين سعدي فرق اخراج المهاجمين والحاق كالول هذا اللي اللاعب السابق لشباب الوزاده وكذلك هداف ياخذ مكانه في وضعيه الهجوم بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه. كالول عمار 27 سنه، التغيير الثاني في تشكيله فريق اتحاد العاصمه بعد مرور لحد الان 22 دقيقه لعب. حاج عدلان هذا اللي خرج يتوجه نحو مواصلة تحطيم الرقم القياسي في عدد التتويجات في كأس الجمهورية، وهو اللي سبق له فاز بها 5 مرات، 3 مع اتحاد العاصمة ومرتان مع شبيبة القبائل. يا حفيظ بعد الكرة هذه بعد الكرة هذه من فضلك اليوم راه متفوق طبعا بهدف مقابل صفر. حاج عدلان راح نعطيك سؤال فقط حول هذا العرس الكروي الكبير وهذا الجمهور اللي عندنا مدة ما شفناش مثل هذا الجمهور وهذا يعني نقولوا العرس. صح أول بعد بسم الله الرحمن الرحيم. احنا على بالنا باللي
يديروا مقابلة في الساعة هذه مع أنصار اتحاد العاصمة. ما عندهم عندهم واحد الحاجة زيادة يعرفوا لها. نظن باللي هاد الساعة رمزيين الدنيا إن شاء الله تقعد نتيجة هكذا ولا نزيدوا هاد واحد أخر باش نفوزوا بالكأس. بالنسبة لك خلق لكم فريق البشرية صعوبات في الدفاع؟ لا أنا كنت صرحت في الصحافة باللي فريق هذا ما لحقش للدور النهائي كما نقولوا حنا زهر. نظن باللي رباح ليزيكيب اللي لاباس بهم باش لحق الدور النهائي نظن باللي عنده إمكانيات. راهو صح خلق لنا صعوبات مزيان سجلنا الهدف الأول في الشوط الأول وين كان عاوننا شوية بسيكولوجيا إن شاء الله تقعد النتيجة. صح بارك الله فيك. ويتواصل اللاعب عبد الحفيظ بعد 24 دقيقة. لاعب فريق اتحاد العاصمة متفوق بهدف واحد فقط مقابل صفر أمام شباب البشرية وأمام أجواء احتفالية كبيرة جدا لا يعرف لها إلا أنصار اتحاد العاصمة مثلما قال حاج عدلان. هاي الصور رائعة جدا لأنصار اتحاد العاصمة والعرس الكبير الذي أقاموه في الأيام القليلة الماضية يقيمونه اليوم في مدرجات ملعب 5 جويلية ويتمنون إقامته بعد نهاية المباراة إذا بقت النتيجة على حالها وفاز فريق اتحاد العاصمة بكأس الجمهورية. المباراة لم تنتهي وشباب المشرية لم يستسلم بعد ولو أنه يكفيه فخرا وصوله إلى الدور النهائي ووقوفه اليوم تقريبا مثل الند أمام فريق اتحاد العاصمة. العرس كبير جدا في المدرجات والكرة يتداولها الأرجل بين لاعبي شباب المشرية واتحاد العاصمة. كرة التماس لصالح المدافع الأيسر العيرج بوجمع عفوا سالم عمار رجع له ويلا ناحية قلب الهجوم جديدي مصطفى فوق عليه دغماني كالعادة روح لأشوب فوق عليه المدافع بن سليمان تبقى في الوسط في أخذ ورد استرجعها مفتاح طلق من هناك ناحية كدوش تبقى في أخذ ورد وسهلة بالنسبة للحارس الصاير. الشموع ستشعل في الدقائق الأخيرة من المباراة طرف أنصار اتحاد العاصمة. هكذا تفعل كرة القدم بأنصار اتحاد العاصمة وهو كرة القدم في الجزائر. وانطلاقة من قالول على الجهة اليسرى في رأيت مهاجم أيسر أمام زوج لاعبين. قالول يفضل يحتفظ بالكرة ويستفيد من تماس غولدر في التماس بشكل ركنية طويلة والدفاع يتدخل. خروج البطيء لعناصر شباب البشرية صعب مما أمدهم. مهاجم واحد في الهجوم انطلاقة سريعة جدا بواسطة اللاعب زوجي ميلود أو لا بالعربي ميلود زوجي من هناك عنده الكرة صبان صبان يبحث عن رفيق متحرر صعب إيجاده سهولة طارق غول. الحكم يخلي مبدا الافضليه تروح مباشره لغازي وين هي اشيو ورايت تسلل من قالول. فعلا 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 الحكم المساعد شاف اللقطه كما ينبغي وصفر مع الرايه. حفيظ نعم مسعود بعد قليل مرابط رمضان راح يحدث اول تغيير خروج جديد مصطفى رقم 9 وتعويضه بكبير عبد الغني رقم 12. جديد هذا واللي راه ساقط فوق ارضيه الميدان بسبب التوعب نظرا للتعب الكبير. طبعا ما ننساش باننا في نهايه موسم بدنيا صعب على فريق من الدرجه الثانيه انه يصمد ويتبع الريتم تاع فريق من طراز فريق اتحاد العاصمه. لذلك شاهد بانه ما قدرش يواصل. حتى جيدي حفيظ لاموه اصدقائه كثير هنا لانه يقولوا انه ترك منير زغدود يلعب حر. صعب عليه صعب عليه انه لوحده يوقف امام داني وزغدود ودغماني. تغيير يحدث الان كبير عبد الغاني هو اللي يدخل في مكان قبل الهجوم اليس كذلك سعود؟ نعم في مكان رقم 9 جديد لمصطفى جديد. ممكن نقترب منه سعود؟
اذا نشوفوا جدي مصطفى كيفاش كانت المقابله، يعني دقائق اللي لعبتها وشوط اول ونصف ساعه من الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله كانت صعيبه بزاف بالنسبه لينا حنايا، على خاطرش ليكيب تاع اتحاد العاصمه فريق كبير ونحترموه يعني، وحنا اونكيسينا ان بوت يعني غلطه صارت نيرير، انا مركو علينا بيت واحد، حنا كان نجمو نزيدو شويه دركا غادي نقاليزو ان شاء الله، كان يطيروا الواحد من مصطفى راضي بالشيء اللي قدمته اليوم؟ بالنسبه لي لا بروميير فوا نلعب نهائي كيما هكا، الحمد لله راني راه ساتيسفي بعد النتيجه وبعد الاداء تاعي. يعطيك الصحه مصطفى. ثقه كبيره عند مصطفى جديدي في نفسه وفي رفقائه ايضا فيما تبقى من عمر هذه المباراة، وعش يستفيد من الركنية. لا الحكم يقول 6 أمتار، السيد حيمود يقول 6 أمتار. كنا نستمع لجديدي مصطفى 24 سنة اللي نال منه التعب ما نال، نظرا لأنه لعب أمام نقدر نقول عمالقة في الدفاع متكون من غول تارق حمداني زغدود وكذلك دغماني، ما قدرش لوحده يلعب كرة وما قدرش يكون متحرر في اللعب، لذلك تم تعويضه. سندخل بعد لحظات الربع ساعة الأخير من عمر هذا اللقاء النهائي. اتحاد العاصمة مازال ما فازش بكأس الجمهورية ولم يطمئن بعد أنصاره ولم يطمئن على النتيجة. هناك على الجهة اليسرى سالم عامر طويلة زغدود كل حرية، هو ودغماني وحده داني حاول الجنب اللاعبين تاع شباب المشرية في هذه اللحظات، دغماني غول بجنبه سلاله ارجع لمزاير هشام كذب الكره تستغرب للمهاجم تدخل قوي الحكم ما قال ولا شيء وتلقى طبعا عكس خروج ولا تسلل ما فيش تسلل وخروج مزاير او بيفك الكره هذه طويله راسه يخرجها على يد مع التماس والتارق في التماس الحكم يطلب منه الجوارب تاعه تكون واقيه لرجليه، مقطوعه ممتازه من والتارق من هناك الجريمه ناحيه جالول يحول الى مهاجم ايمن يلحق عليها ما خرجتش ولكن يسلمها للمدافع الايسر سالم عامر، صعوبه تخرج الكره من منطقه شباب المشريه خرجتش هنا وتروح مباشره للتماس غازي كريم الوسط صلها حفيد مراد حفيد تفضل هل تسمعني مراد؟ تفضل حفيد حفيد مراد اذا كنت تسمعني انا لا اسمعك جيدا، طبعا هناك انقطاع في التيار الكهربائي في ملعب 5 جويليا الاولمبي، ربما هذا الامر يحدث لاول مره في التاريخ تقريبا، ربما انا لا اذكر انه سبق وان حدث، يحدث في الكثير من الملاعب في العالم، شاهدنا انه يحدث فيه انقطاع في التيار الكهربائي، الامور طبعا كما تشاهد على خط التماس الحكام مع اللاعبين في انتظار اما عوده التيار الكهربائي او توقيف المباراه على امل معاودتها في المستقبل القريب. اذا كنت تسمعني مراد اقول بان كل الامور عاديه في ملعب 5 جويليا، انصار اتحاد العاصمه يواصلون احتفالاتهم بفوز فريقهم لحد الان بنتيجه 0-1. انا لا اسمعك مراد، فقط كل ما نتمناه هو ان التيار الكهربائي يعود في خلال هذه الدقائق، نعرف بان القانون تاع كره القدم اذا حدثت امور من هذا النوع الحكام ينتظرون ربع ساعه القانونيه، اذا لم تعود الامور الى نصابها ولم تعود الكهرباء فيضطر الحكم الى توقيف المباراه واعاده برمجتها في المستقبل. نبقى دائما في الانتظار مراد على ان نعود اليك بعد لحظات. شكرا حفيظ، على كل نبقى دائما في محاوله الاتصال والعوده واصلاح هذا الانقطاع في بملعب 5 جوليا. مش عارف اذا كان معي يزيد اذا كان فيه لقطات خاصه بالهدف الاتحاد العاصمه، او نرجع للحفل اللي نعيشوه هنا بالاستديو وحضور فتيات النادي. بقي من عمرها اظن مراد
حوالي 12 دقيقة. ليس كذلك مسعود وعبد الحفيظ؟ لأنه حفيظ نعم حفيظ. عبد الحفيظ نعم اتصلت بالحكم السيد حيمودي قبل قليل واستفسرت فقط حول في حكمة إذا راح الضوء كما يقولوا الأضواء الكاشفة، ففيه قلت له هل فيه يعني قانون؟ قال لي ما فيش، هذه تاع ربع ساعة ولا، ولكن ينتظروا حتى تعود الإنارة. وهو كذلك عبد الحفيظ، لأنه عادة في مباريات كرة القدم لما يحدث في أي إطارة كثير مثل هذا. نعم نعم، ولكن عبد الحفيظ يمكن ناخذوه من جانب إيجابي عبد الحفيظ، لأنه كل شيء كان جميل منذ الصباح الباكر، منذ طلعت الشمس اليوم على الجزائر كان يوم جميل جدا. العرس بدأ بنهائي كأس السيدات وتواصل مع نهائي كأس الذكور. تارة لما تكون الأشياء جميلة كلها تأتي بعض الأمور التي ربما كجراند بوتي كما يقول محمد. حتى الظلام اللي عشناه كان جميل جدا مع طبعا مع المفرقعات ومع والشموع التي أشعلت في المدرجات من طرف أنصار اتحاد العاصمة بالدرجة الأولى. ربما هذه الأمور التي حدثت تزيد من جمال هذا اللقاء النهائي وتجعله يدخل يبقى في التاريخ على كل حال، لأنه توقف لمدة 10 دقائق قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. سوف يتذكر هذا الجميع. نواصل الحفل سويا، فقامت رئيس الجمهورية يواصل هو كذلك مشاركة الشبان الجزائريين عرسهم بمناسبة نهائي كأس الجمهورية للسيدات بعد هذا الخلل والعطب الكهربائي الذي حدث في مركب محمد بوضياف. لا أدري إن كان حدث في بعض أحياء العاصمة أم لا عبد الحفيظ، لأنه اختلالات مثل هذه تحدث ليس فقط في الجزائر. ستتواصل المباراة بعد لحظات قليلة على كل حال عبد الحفيظ. نغتنم الفرصة إذا كان ممكن حتى نجري بعض الاستجوابات مع بعض الحاضرين على مستوى خط التماس، لما لا مراقب المباراة إذا كان ممكن مسعود وعبد الحفيظ. هل التوقف هذا يؤثر على اللاعبين فوق أرضية الميدان من الجانب المعنوي، من الجانب البدني، من الجانب التكتيكي؟ فعلا مسعود نعم. نكون مسعود تفضل إذا من شارف الظلمة. على كل أنا أقرب واحد لي هو حارس احتياطي بالنسبة لفريق شباب المشرية بن سلامة، يعني بسببك وكونك لاعب، هل في رأيك توقف مثل هذا بالطريقة هذه يأثر على رفقائك وعلى جميع اللاعبين؟ بالنسبة للتوقف كان مفاجئ، نظن نتمنى ما يأثرش على الفريق تاعي، باسكو جات المفاجأة ونتمنى يكونوا بالك حاجة مليحة للعابة تاعنا، باسكو يسترجعوا الأنفاس تاعهم بعد ما كان الضغط عليهم شوية، لحد الآن غادي يسترجعوا الأنفاس تاعهم، بالك تكون فيها الخير هذا. إذا بن سلامة يقرأ هذا الأمر قراءة إيجابية، ربما يكون من كذلك نقرأه قراءة إيجابية مسعود. فقط نحب نعرف الوقت، لانه حسب ساعتي نظن بقات 12 13 دقيقة، مانيش عارف بالضبط كم بقي من زمن الشوط الثاني من هذه المباراة. لكن ممكن نقترب عبد الحفيظ من مراقب المباراة، لانه وكذلك ساعته تقريبا تقترب من ساعة حكم المباراة من حيث متابعة هذا اللقاء. السيد بنوزة معي السيد بنوزة الحكم الرابع، كم بقى من الوقت من الشوط الثاني هذا؟ بقى حوالي 13 دقيقة بدون احتساب الوقت الضايع. هذا يعني رسميا بقى 13 دقيقة. 13 دقيقة بدون احتساب الوقت الضايع. فيما يخص هذا القطاع تاع التيار، ربما هل يعني يأثر سلبا على اللاعبين أو إيجابا؟ ما أثرش، ما كانش انقطاع لمدة طويلة، كان لمدة قصيرة، دونك ما أثرش على اللاعبين. شكرا سيد بدني ما أثرش عليهم. صحة بارك الله وفيك. ويتواصل اللعب، كرة لصالح شباب المشرية وكرة صعبة يدخل الحمداني يخرجها. تبقى الكرة في أخذ ورد في وسط الميدان قبل 12 13 دقيقة من نهاية المباراة حسب السبورة، بقات 14 دقيقة. نعم سويت بعد هذه اللقطة 15 دقيقة يعني 15 دقيقة نعم. طيب لم نختلف كثيرا بين 13 و15 دقيقة، الفارق ليس بكبير.
ومرفوع الكرة فقط. نعتذر لمشاهدينا الكرام في العالم العربي والذين يتابعون معنا هذا النقل المباشر من ملعب 5 جويلية لنهائي كأس الجمهورية. نعتذر عن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي. الدقيقة 31 نلعب الآن، والتفوق دائما لصالح اتحاد العاصمة بهدف مقابل صفر بصعوبة من إمضاء أشيو حسين في الدقيقة 20 من انطلاقة الشوط الأول. أشيو اللي عنده الكرة الآن يوقفها، يبحث عن مساعدة بعدد قليل من اللاعبين لهاجم الآن فريق اتحاد العاصمة بعد خروج رحم وحاج عدلان. صعوبة يوجدها فريق الاتحاد في الهجوم، تعكسها هذه الصور. حاج أشيو موجودش لما يمرر الكرة، مضطر باش يرجع للخلف ناحية رفيقه جحنين يرجع حاله. أشيو انطلق جحنين، يفضل يحتفظ بالكرة. أشيو أمام زوج لاعبين، يفضل يرجع للخلف يوصلها لجحنين. من هناك مفتاح الجهة اليمنى، جحنين يفضل زغدود. زغدود نظن بأن انقطاع التيار أثر على الجمهور يا عبد الحفيظ وليس على اللاعبين. وزغدود على الجهة اليمنى برجله اليسرى فوق المربع، حاولت تدعيم خط الهجوم بفضل حمداني وزغدود. تصويبة بالرجل اليسرى بعيدة، ربما انقطاع التيار خلى الجمهور يبرد شوية، راح يستلزم الأمر ربما بعض الدقائق على غرار ما حدث للأضواء الكاشفة اللي كان لازم لها بعض الدقائق حتى تشعل كلها. الجمهور الحاضر في مدرجات ملعب 5 جويلية لازم له بعض الدقائق حتى يشعل هو كذلك الشموع ويسترجع أنفاسه ويواصل تشجيعاته لكلا الفريقين. سعود تغيير آخر راح يحدث في تشكيلة شباب المشرية. دخول زيان تيجيني 21 سنة 15 هذا في مكان اللاعب رقم 8 بالعربي الميلود. كان الحكم يقول 6 أمتار لصالح شباب المشرية. عرضية عناصر اتحاد العاصمة تقريبا كلهم وراء خط وسط الميدان في محاولة الآن في هذه الدقائق للاحتفاظ بالنتيجة ما دام ما قدروش يسجلوا هدف ثاني طيلة الشوط الثاني من هذه المباراة. غول بصعوبة يخرجها مباشرة للتماس. تماس لصالح الهيرج بو جمعة. اللعب كله كان متركز على جهته، هو الكرة يلمسها لاعب الاحتياطي زيان تيجيني. وكذلك واحد من اللاعبين الشبان المتألقين الموعودين بمستقبل زاهر، اللاعب هذا زيان تيجيني. تماس في تنفيذ الهيرج بو جمعة. لعبها أرضية. أي خرجت للتماس، فت لاعب الاحتياطي كبير عبد الغني. حسب ساعتك يا بلعيد نلعب 34 دقيقة لعب. تلقى من أشيو، أشيو أمام زوج لاعبين ثلاثة أربعة، التحق به قالو ليوصلها له، يدخل على الجهة اليسرى قالو صعبة بعيد على مفتاح. من هناك على الجهة اليمنى لقطة ثلاثية صعبة جدا قادها أشيو مباشرة لقالول، ومفتاح بعيد عليه. نقص المنافسة بادي على مفتاح اللي غاب مدة طويلة، تقريبا 5 أشهر غاب عن المنافسة مع فريق اتحاد العاصمة. داني براسه أشيو يرجع للخلف. قالول ما يتمكنش منها تروح لغول تارق. هيل المباراة نظيفة جدا على الأقل. غول يصوب قوية في احضان الحارس ملفي الهواري، طويله منه ويدخل دغماني بالراس، تروح مباشره لغازي كريم براسه. غازي كان يتفوق بالكره هذه، تبقى في الوسط لصالح الشباب المشرية. يسترجعها غازي، نشط جدا في وسط الميدان. يواصل غازي، ممتازة يوصل على ناحية أشيو على الجهة اليسرى ما خرجتش. أشيو قالوا في وضع يدخل بهجوم. أشيو يفضل المراوغة، يوزع بعيد على القائم الثاني، يلحق عليها قالول. أي فتي خرجت التماس. ترجع
يرجع لبن سليمان عبد الحكيم طويله منه ناحيه كبير راسه الصغير تيجيني وصلها ممتازه كنش وانطلق فيها جماعة عكسة من عشو القوة البدنية او الفارق البدني بين الفريقين واضح تقريبا خاصة على مستوى دفاع شباب المشرية اللي ما قدرش يخرج من منطقته تقريبا خمسة الى ست لاعبين ما فاتوش خط وسط الميدان غازي كريم يخرجها للتماس تلعب بسرعة ناحية اللاعب صبان يبقى محتفظ بالكرة يطلبها تيجيني على الجهة اليمنى تيجيني فضل المراوغة 21 سنة اللاعب هذا يرجعها لصبان خطيرة لصالح شباب المشرية وعودة موفقة لدغماني أو لقالول وإلى ناحية أشيو مرة أخرى سهلة هذه المرة للحارس مزاير صعوبة كبيرة يوجدها فريق اتحاد العاصمة في هذه اللحظات السبعة أو الثمان دقائق الأخيرة من عمر المباراة طبعا من وقتها الرسمي صاير طويلة يبدو ان انقطاع التيار اثر على رتم المباراة اللي كان راح يرتفع قبل ما ينقطع التيار الكهربائي ولكن نظرا للبرودة الموجودة فوق أرضية في ملعب خمسة جويليا ربما هذا الأمر أثر على لاعبي الفريقين كرة لصالح شباب المشرية في الوسط اعتماد على الكرات الطويلة ما يتمكنش منها غول يوصلها مباشرة لرفيق معوش معوش يرجع لغازي ضايع وانطلاقة في هجمة معاكسة لصالح الشباب غازي يتفوق كم يكون خطأ كم السيد حيمودي لم يخرج أي بطاقة صفراء لحد الآن وبازوز سعيد اللاعب المغربي يحضر في نفسه لأخذ مكانه في تشكيلة فريق اتحاد العاصمة مرفوع الكرة بصعوبة دغماني يتدخل ويخرجها للتماس العرج في تنفيذ التماس مرة أخرى لعبها ممتازة ومرة أخرى الحكم المساعد يقول تماس آخر صالح شباب المشرية صعبة الكرة صعبة ومرفوعة كما ينبغي والدفاع يتدخل بواسطة قلب الدفاع حاج أحمد القائد تلعب الكرة سوء تفاهم بين لاعبي المشرية وخطأ الحكم يقول لصالح أشي التغيير الآن راح يحدث في صفوف تشكيلة اتحاد العاصمة التغيير الثالث والأخير بدخول سعيد بازوز في مكان اللاعب جحنين فريد جحنين إذا يخرج ويدخل بازوز لاعب وسط ميدان آخر في تشكيلة فريق اتحاد العاصمة وهشام زير في تنفيذ الكرة الثابتة هذه طويلة ناحية أشيو ما يوقفهاش وتروح له التماس تغيير آخر هذه المرة الثالثة وكذلك في تشكيلة شباب المشرية بدخول عمران خالد وكذلك 20 سنة فقط واحد من لاعبين الشبان عمران يدخل في مكان رحواج ضمن زهر الدين فعلا عبد الحفيظ نشاهد الان في سعد نور الدير على خط التماس هل هذا يعني بانه فريق اتحاد العاصمه راح يزيد في الريتم راح تكون فرصه للاتحاد مثل ما قلت في الشوط الاول
دغماني طويله منه هيد قالول براسه مشيو بعيد دفاع المشريه يخرجها ثم بازوز ضايع الكره هذه لصالح شباب المشريه بواسطه اللاعب صبان عبد الكريم الى بها الجهه اليمنى ناحيه لايرج بوجمعه الان انصار اتحاد العاصمه النفس الاخير لمساعده فريقهم معوش غازي ترجع لمعوش يزيد في السرعه معوش يواصل تمس حكم يقول لصالح شباب المشريه حسب اللوح الالكتروني يبقى 3 دقائق او 4 انتهاء الوقت الرسمي للمباراه دون احتساب الوقت بدل الضايع داني ما يتمكنش منها ترجع له حسن حظه أشيو غازي انطلق أشيو غازي يفضل يرجع قالول من هناك في وضعية مهاجم أيمن ماهوش في وضعية تسلل قالول والضربة الرأسية سهلة بالنسبة للحارس مالفي الهواري طويلة مرة أخرى وحمداني ثم دغماني ناحية قالول فوق عليه المدافع الأيسر سالم كما يقول خطأ بد سالم ويقول ضمن 4 أو 5 دقائق إضافية الحكم الرئيسي يقولها للحكم الرابع السيد بنوزة 5 دقائق فعلا 5 دقائق راح يحتسبها الحكم مش عارف إذا من الآن ولا بعد 3 دقائق حسب اللوحة اللي عندنا 42 دقيقة نلعب 5 دقائق إضافية كرة ملعوبة ممتازة على الجهة اليمنى لصالح فريق اتحاد العاصمة صعبة بعيدة مرفوعة كثير من زغدود منير كرة تلعب بسرعة الدقائق الأخيرة للشباب المشرية للعودة في النتيجة تارق غول يلعبها مع غازي غازي كريم يرجع لتارق غول اللي وصل تصويبة وتوزيع بعيد على قالول في نهاية المطاف عبد الحفيظ ومسعود انقطاع التيار أثر على الجمهور أكثر مما أثر على اللاعبين فوق أرضية الميدان حفيظ نعم سعود فقط على ذكر انقطاع التيار منذ قليل زملائنا فرق المتنقلة كانوا تحدثوا مع مدير المركب الأولمبي وأكد وأشار إلى أنه الانقطاع يعني مجرد خلل تقني لا أكثر ولا أقل واضح أنه مدرج خلل تقني ولكن وقف المباراة لمدة 10 دقائق سعود وما كسر الريتم نتاعها حتى الجمهور تأثر بهذا الشيء فعلا الجمهور هو اللي تأثر أكثر فأكثر ترجع الكرة فريق اتحاد العاصمة ودغماني برجله اليسرى ناحية عاشيو مازال يبذل في المجهودات البدنية الكبيرة مش عارف مش لازم الآن لجمهور اتحاد العاصمة حتى يعبر عن سعادته وفرحته بهذا الفوز لحد الآن وقالول يطلب الكرة عاشيو قالول يفضل ياخذها على الجهة اليسرى يرجع أرضية والدفاع يدخل ثم غازي يلعبها مع معوش ربما الإعلان عن نهاية المقابلة ومعانقة الكأس كفيلة باش تجعل الجمهور يقوم من جديد هذا من دون شك سوف لن يمنع أنصار اتحاد العاصمة من إقامة الأفراح الليلة والليالي المقبلة في العاصمة وفي وعند أنصار اتحاد العاصمة الكثيرين طبعا في مختلف أنحاء الوطن 45 دقيقة رسمية حسب من شاهد على الشاشة ستنتهي بعد لحظات على اللوح الإلكتروني نعيش الدقيقة 47 يرجع الكرة مباشرة لمعوش
ناحيه جالول. جالول ما يتمكنش من الكره هذه، حتى ما يخلي مبدا الافضليه. تواصل اللعب، مخدود ابو حمداني مره ثانيه خرج التماس. التماس في تنفيذه العرج بجمع، رجع له يرفعها مخدود ثم معوش، وانطلق فيها جمع معاكسه، انطلق جالول يوصلها له معوش، جالول ينطلق عشرو من هناك في الدقائم الثانية على الجهة اليمنى، جالول يبحث عن المرور ناحية منطقة العمليات، يدخل جالول وركنية. ركنية ربما الأخيرة في المباراة. الفرصة الأخيرة لفريق اتحاد العاصمة لإضافة هدف ثاني وتأكيد استحقاقه وفوزه بكأس الجمهورية. الخامسة في مشواره، تلعب بسرعة ناحية غول تارق يرفعها ما تمرش. وأشيو ثم جالول بالراس، وسهلة بالنسبة للحارس مالفي الهواري. فريق اتحاد العاصمة اللي سبق له أن توج أربع مرات بكأس الجمهورية. الأولى كانت منذ 20 سنة، والأخيرة منذ سنتين أمام شبيبة القبائل هنا في ملعب 5 جويلية بهدفين مقابل 0. تارق غول طويلة، ما فيش وضعية تسلل، يخرج جالول، وقف كورته مع أشيو، جالول يرجع لأشيو، أشيو مع بازوز، يفضل غازي من هناك على الجهة اليمنى، لا يفضل ينتظر، يخرج له مفتاح، مفتاح يتمكن من الكرة هذه وخطأ، يصفر حكم المباراة ضد مفتاح محي الدين. لعبنا الآن 49 دقيقة من عمر الشوط الثاني، وفرصة للشباب المشرية من هناك على الجهة اليمنى، غازي يلمس الكرة بيده. حكم يصفر خطأ. مباراة لحد الآن من دون أي بطاقة خرج حكم المباراة. اللي صفر في هذه اللحظات نهاية المباراة وفوز فريق اتحاد العاصمة بكأس الجمهورية 37 في تاريخ الجزائر. فوز نستطيع أن نقول منطقي ومستحق بالنظر لقيمة فريق اتحاد العاصمة وأدائه اليوم. ونقول بأن أداء فريق شباب المشرية كان اليوم مشرف جدا، ليس فقط بوصوله إلى نهائي كأس الجمهورية، ولكن كذلك بأداء اليوم في اللقاء النهائي أمام فريق اتحاد العاصمة. أداء متميز سمح له بالصمود أكثر من 90 دقيقة.